نروح بقى لذاكرة التاريخ. الحقيقة لاعب كوارشي كان لاعب عظيم، كان لاعب عظيم، وما شاء الله كان بنيان وحاجة، كانت يعني كان لاعب أسطورة الحقيقة يعني. هنشوف له ثلاث أهداف، هدف في الأهلي وهدف في المصري وهدف في نكانة ريد ديفلز الإفريقي. عالية وكوارشي بالدفع جوه الجول، الجول الثاني للزمالك. طارق يحيى بيلعبها عالية قوية زي ما قلت لحضراتكم، بيعملها كوارشي بدماغه وحطها جوه الجول، بيجيب الجول الثاني. إلى محمد كوارشي هوبا، جول جول كوارشي، خدها فورستاين بشماله قنبلة. واحد واحد كوارشي، كوارشي واحد واحد. ومشي ومشي ونصر بيشغل وبيشوط. جول 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 جميل، قنبلة قنبلة من كوارشي، قنبلة من كوارشي. طبعا رحمة الله عليه، كان لعيب عظيم رحمة الله عليه.